The radius of a merry-go-round is 7 meters and it takes 12 seconds to make a complete revolution. يبقى مديني ال R مديني ال periodic time. أقدر من الاتنين دول أحسب السرعة. What is the speed of an atom on the outer rim؟ أدي الدايرة نص قطرها 7، اللفة بتتم في 12 سكند، يبقى السبيد اللي هو المسافة إجمالي المسافة على إجمالي الزمن لوان ريفوليوشن. الباث بتاع الدايرة المحيط بتاعه 2 باي ار، والزمن اسمه بريودك تايم مدهوني ب 12، يبقى 2 باي في 7 على 12، يبقى السرعة أو السبيد 3.67 متر بير سكند. لما أقول سبيد طبعا معناه إن السرعة ثابتة على المسار كقيمة، ولكن كاتجاه زي ما احنا شايفين عمالة تتغير، اتجاهها بيتغير، فهي الفيلوستي متغيرة، ما هي ثابتة ولا حاجة، لأن اتجاهها بيتغير يبقى ما هي ثابتة. إذا اتغيرت القيمة أو اتغير الاتجاه يبقى السرعة ما هياش ثابتة. أما السبيد ده قيمة السرعة بغض النظر عن اتجاهها، عايزين القيمة، فالقيمة ثابتة اللي هي 3.67. في البارت بي بيقول لي what is the direction of the momentum of this atom. المومنتم عبارة عن الام في الفي. المومنتم ده فيكتور، الماس سكيلر، الفي فيكتور. فاتجاه الفي نفس اتجاه الفي. فإذا الفي ممثل الباث يبقى برضو نفس، طبعا مش ايه ده هي ممثل الباث، معنى كده ان البي رخر نفس الشيء، ممثل الباث لها نفس اتجاه الفي، فالبي لها نفس اتجاه الفي وكلاهما تانجنت تو ذا باث، الاثنين ممثل، كل ما هو ماشي السرعة مماس للباث كمان المومنتم. في البارت سي بيقول لي what is the direction of the rate of change of momentum of this atom. هي السرعة ثابتة والماس ثابت، فقيمة البي ثابت، الماجنيتيود بتاع البي ثابت، لكن زي ما قلنا السرعة بتتغير كاتجاه، فالبي بيتغير كاتجاه. فلما يسألني الدي بي باي دي تي اللي هو الريت اوف تشينج اوف مومنتم، الماس ثابت هو بيساوي ايه؟ بيساوي دي ام في باي دي تي، الماس يطلع بره فيبقى ام دي في باي دي تي، دي في باي دي تي اللي هو الاكسلريشن، الاكسلريشن اللي هي في اتجاه المركز اي ار او اي بيربنديكولار او اي نورمال كلهم نفس الشيء، فيبقى معدل تغير المومنتم هو ام في الاي، الاي دي بتساوي ايه؟ بتساوي في سكوير على ار كقيمة، ولكن كاتجاه زي ما احنا شايفين اتجاه رايح ناحية المركز، هو بيسألني على الاتجاه بس، فالدي بي باي دي تي towards the center of the circle، يبقى دايما المومنتم نفسه مماس للدايرة، ومعدل تغيره هو عمودي على الباث رايح في اتجاه المركز.